السلام عليكم، نلتقي في حلقة جديدة من سلسلة كل يوم نبتة. نبتتنا اليوم هي أحد أنواع الأوركيديا، لكن هذه تسمى بالأوركيديا الجوهرة أو جول أوركيد، بالفرنسية لوركيدي بيجو، لكن الاسم العلمي لها هو لوديسيا ديسكولور. وهذه هذا النوع من الأوركيديا مختلف عن النوع الذي نتعود على رؤيته في المحلات وفي المشاتل وفي مختلف الأماكن، هو أن هذا النوع ينمو في التربة، يعني يعتبر من نوع الأوركيديا الأرضية، على عكس الأنواع الأخرى التي تحب أن تتسلق على الأشجار. إذا كما تلاحظون، فنبتة الأوركيديا هذه اللي موجودة معي، الجوهرة، راني غرستها في يعني تربة عادية، تربة خليط من البيتموس واللحاء الشجر إلى آخره. إذا هذا هو الاختلاف الأكبر بين هذا النوع من الأوركيديا والأنواع الأخرى. هذه الأوركيديا مع أنها تقوم بالإزهار، كما تلاحظون فهي على وشك الإزهار، إذا راهي مليئة بهذا كيفاش يسميوهم لي بورجون، هادو ملاحين على وشك الازهار، لكن يعني ازهارها لا تعتبر جميله مثل انواع الاوركيديا الاخرى. جمال هذا النوع يكمن في الاوراق، انظري الى هذه العروق يعني بمختلف الالوان، هناك عده انواع منها، هذا فقط احد الانواع. هذه لون اوراقها مائل الى البنفسجي مع هذه الخطوط تاع العروق هذه باللون الوردي. إذا هذه النبتة تحب الرطوبة، موطنها الأصلي هو أيضا آسيا، دول آسيا، جنوب الصين، تايلاند، ماليزيا، أندونيسيا، كل هذه الدول هي طبعا نعرفها بأنها مناطق استوائية ونسبة الرطوبة فيها مرتفعة جدا، لذلك فهذه النبتة فتحب نسبة رطوبة مرتفعة أيضا. إذا ما عندكمش رطوبة في المنزل، فأفضل مكان توضعوها فيه راح يكون حمام البيت، لأنه دايما كاين يعني البخار تاع الماء الساخن إلى آخره، اللي راح يرفع من درجة رطوبة النبتة. يجب غرس سقيها عفوا بطريقة منتظمة، لأنها تحب الرطوبة وتحب السقي أيضا. طبعا دائما نتأكد من تصريف الماء الزائد. هذه النبتة تزهر كما كنت تشوفوا، راهي على وشك الإزهار. فترة إزهارها هي في فصل الشتاء أو في بداية فصل الربيع. درجة الحرارة اللي تحبها ككل النباتات الاستوائية هي درجة حرارة معتدلة، ولا تحب شمس مباشرة. بالنسبة لإكثار هذه النبتة فيتم عن طريق العقل، إذا يكفي أن نأخذ عقلة، إذا إكثارها سهل جدا. يعني هنا نلاحظ، هنا يمكن أن نأخذ فقط عقلة ثم نضعها في التربة ونسقيها بصفة منتظمة، ثم سنلاحظ أنها قد بدأت بالتجذير بعد فترة وجيزة. هي نبتة سهلة العناية، لقد قمت بإكثار عدة عقل منها، إحداها أهديتها لبعض الأصدقاء والأخرى وضعتها في تيراريوم. إذا هي أيضا نبتة رائعة اللي يحبوا يعملوا يعني الزراعة في الزجاج في التيراريوم، فهي نبتة جميلة جدا. هنا أريكم التيراريوم أو الوعاء الزجاجي اللي كنت غرست فيه عدة نباتات. المهم الفيديو هذا الكامل اللي وضعت فيه التيراريوم موجود على القناة، نحط لكم الرابط الفوقي لكن مازال ما شفتوش. المهم هنا برك حبيت نوري لكم الجزء اللي وضعت فيه هذه النبتة تاع الجوهرة، أوركيديا الجوهرة. هذه راهي بدأت تزهر، راكم تشوفوا الأزهار تاعها البيضاء الصغيرة التي تتفتح، يعني ليست أزهار اللي تبهر العين، لكن كما قلت لكم الجمال يكمن في الأوراق. إذا هذه هي فقط يعني عندكم عدة اختيارات لزراعة هذه النبتة، يا إما لحالها أو داخل وعاء زجاجي. إذا هذه هي بالنسبة لنبتة اليوم، نبتة جميلة سهلة العناية، لا تتعبنا، يعني بسيطة وجميلة في نفس الوقت. إذا قدرتوا تحصلوا عليها فأشجعكم على ذلك. أشكركم على المشاهدة. إذا عندكم سؤال، إذا كان هناك معلومات لم أذكرها عن النبتة، فما عليكم إلا كتابتها في قسم التعليقات، ونلتقي في الفيديو القادم. سلام.